قاعد مع عمو نشمة النهاردة بنضرب طبقين الفول وحتة الجبنة الرومي، دخل عليا وائل. قلت له ايه يا ابني ده؟ put your shirt on. قال لي ايه ده؟ ليه وانا عريان؟ قلت له يا ابني put your shirt on يعني relax calm down chill out. ايه ده يا ابني؟ بقولك قاعد مع عمو نشمة بنضرب فحلين البصل وشوية الجبنة الرومي مع طبق السبانخ على الصبح. bite your tongue يعني تعض لسانك. لا الا الواوا، الواوا لا الف سلامة على لسانك، الواوا ابعد عن الواوا. يعني remain silent يعني اسكت. يعني انت في امريكا في حاجات كتير لازم تسكت، وخصوصا لما تكون جديد، لان في حاجات تحسب عليك. في الولايات المتحدة الامريكية ثقافة مختلفة يا ابو سيد، دنيا مختلفة، عقلية مختلفة، فلازم تسكت خالص لحد ما تفهم الليلة. وهنا مغزى القصة ان انت لازم تخلي بالك، watch out your surroundings before you start to vent. يعني خلي بالك من الجو المحيط بيك ومين اللي حواليك قبل ما تبدأ في الحديث، لان ممكن اي حاجة تقولها تأخذ عليك ومن هنا بتيجي المشاكل. خلي بالك انت مع بروفيسور كرم انيس استاذ اللغة الانجليزية في الولايات المتحدة الامريكية وخبرة حياة. نتمنى لكم الخير والصحة والسلامة. Thank you. بحبكم بحبكم بحبكم. نقول بروفيسور. Thank you. نتذكر دائما knowledge is power. Bye bye.